السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة الداخلية في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. شهدت قائمة الأهلي عودة أيمن أشرف لتعويض غياب محمد عبد المنعم اللي سبق وتعرض للإصابة. ونروح لنتائج مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفريق برشلونة الأسباني خلص مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي بنتيجة 4-2 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الستة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. كمان فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. جت أهداف الليفر عن طريق الدوري المصري محمد صلاح ونونيز في الدقائق 85 و96 من عمر اللقاء، وبكده صلاح بقى هداف في دوري أبطال أوروبا الحالي برصيد 6 أهداف والهداف التاريخي لليفربول في البطولات الأوروبية بالتساوي مع جراد. ودع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المنافسات الأوروبية بعد خسارته من فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي أقيمت في إطار مباريات الجولة الستة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتعادل فريق باير ليفركوزن الألماني مع كلوب بروج البلجيكي سلبيا، وده خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.